السلام عليكم الحبيبات ديالي الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يدخل عليكم هذه السنه الجديده بالصحه والسلامه وبالخير يا ربي، طول العمر. والميت اللي واجي الله يرحمهم ليه في هذا النهار، اللي حي الله يخليهم ليه. اليوم ان شاء الله عندي معكم الطريقه ديال الطاكوس ديالي منزلي. مرحبا بكم معايا ان شاء الله. هنديروا ان شاء الله، نديروا العطريه ديالنا فيها قبيصه ديال الملحه، الابزار، الزعتر مطحون، وعندي زيت بلدية، وانتم معايا. هاي البصلة بعد ما طاب الشفتة تجي البنات، الشفتة تجي هادي راه الطريقة. مع السلامة، نقول لكم شو واحد الريحة طالعة منها واعرة. يلا نحيدها ان شاء الله، نديرها في طبق ونرد معاكم ان شاء الله. الدجاج ديالنا هو بعد ما ان شاء الله غنديرو، شتيه؟ ما عندي والو، هو راه فيه العطرية، فيه كلشي، كيتباع موجود عند مالي لا دايز، مقطع مصايب. يلا نرجع معاكم. كنبغي نديرو يطيب، راه نتوما راه كندير واحد شوية الماء، جات نص كاس صغير طايب كنديرو عليه، وها هو ردتو ان شاء الله يطيب ونرجع معكم. بعد ما قليت الفريد ديالي، ها هو الدجاج، ها الخبز تاكوس، ها هو لاصوص، ها الفرماج، غنقاد التاكوس معاكم. يلا حبيبات ديالي، بعد ما درت لاصوص تنديرو بحال هكا كنطليوها، كنطلع بحال هكا. كنهز القياس ديال الدجاج ديال الشاورما ديالنا وبصيلة على الطريقة. عندي الفريد ديال الفرماج، هو بعد ما كردو تيطيب في هاد البريسا كيجي لي هكا. هو حبيبات ديالي، بعد ما طاب ان شاء الله نوريكم اللي داخل كي تيجي. ها هما نحلو معكم الداخل، واخا هذا شويه طياب راه ديال الدار انا ولادي. المهم جاو زوينين، فيهم ريحه هائله. ها نتوما شتي تسالو، لايك لايك لايك، بارطاج لايك حبايبي، بارطاج كومونتير اللي اختكم عليا. الى الفيديو قادم، نتمنى يا ربي نكون فدتكم بشي حاجه زوينه. شكرا لكم. تي انا وليداتي، سنه سعيده، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه طوال العمر. كل عام وانتم بخير. انا ما داير لهمش في الليل المناضه، داير لهم الحليب. هذا الشيء قبلوا على حلوتي اللي اختكم عليا، وشكرا الحبيبات. نتمنىكم كونوا بخير. غنقطعها معكم، مقطعه معكم، شوفوا كيف تجي من الداخل.